ديال فاس وجده. مرحبا سي زكريا، زيد معنا نشوفوا هذا الشيء. تفضل تفضل سي زكريا. إذا كنت هذا مؤخر ويتراه بشي يوري لك بعد جعلان ضف راسك يلا غيرس غيرس غير يلا تنكون راجع من وقفه هنا حشت خوص وراه يلا جاب غير يلا غير يلا. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا العرض. هذا عرض كبير ديال فيرما كبيرة شد على لوتوروت وشد على الناسيونال جوج وجهات على الطريق. هذه الأرض هذه فيها 26 هكتار بالنسبة لتحفيظ محفظة جاءت على الطريق الرابطة ما بين فاس تزاوج دا نواحي بيرت مطمراس سبودة. ستة وعشرين هكتار تيتري محفظة ناضية. هي هادي اللي غادي ندخلوا لها دابا. فيها هاد الزيتون هذا زرعين واحد ربعة ديال الخطوطة شادين على الطريق وما هادو كما غادي حتى الراس. هاي الواجهة اللي على الطريق هي مزروعة بالزيتون ومن تما غير غادي نفوتوها كاينة الأرض خاوية. بالنسبة للثمن راه فيها دابا ثمن مزيان 26 مليون الهكتار. أرض فلاحية ممتازة أرض ديال الفلاحة والمنطقة راها معروفة وغنية على التعريف لا من التربة ديالها ولا من كل شيء. هذه هي 26 هكتار اللي خاوية الأرض اللي خاوية هي هذه اللي رحنا فيها دابا. انتما عندها وجهة كبيرة على الطريق 26 هكتار. كما قلنا قريبة بزاف على بئر طمطم. ومرحبا بالجميع وتحياتي لكل متتبعي قناة عقارة وأراضي الخير. الناس المزيانة وكاينين شي ناس غير الله يهديهم وصافي. القافلة تسير والكلاب تنبح دائما كيلهتو غير بوحدهم ما عرفتش علاش. كما قلنا بلاد 26 هكتار جوج وجهات على الطريق الطريق الوطنية ولوتوروت. قسمها لوتوروت على جوج ديال 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 القطاع. قطعة تكون فيها 6 هكتار وقطعة تكون فيها 20 هكتار.
بالنسبه حتى الفلوس ديال لوتروت راه مازال ما خلصاش فيهم كما قالنا مول الارض.